هنبدا نتكلم على توبيك جديد اللي هو الهارت فيل. برضو في البدايه خليني قبل ما اتكلم على الفارماكولوجي، تعالوا الاول نفهم باختصار ايه اللي حصل في مريض الهارت فيلر علشان نبدا نشوف هنستعمل ايه العلاج. اول ما هو بنسميه الباثوفيسيولوجي بتاع الهارت فيلر. هنخش بقى فيسيولوجي مع باثولوجي، وربنا يستر ما تزنونيش قوي عشان انتم طبعا هتبقوا احسن مني كتير في الموضوع. طيب تعالوا نبدا في هارت فيلر. برضو ده الجزء ده انتروداكشن، مش موضوع امتحان بس لازم نفهمه عشان نشوف الدراج بتاعي. هتبدا المشكله عندي في الهارت فيلير، بتبدا المشكله ان يحصل ايه في الكاردياك اوتبوت، بيبدا يقل الكاردياك اوتبوت. ادي اول حاجه، دي البدايه يا جماعه. هو الكاردياك اوتبوت ده كان بيساوي ايه؟ ده عباره عن ستروك فوليوم تايمز الهارت ريت. كومبنساتوري ميكانيزم، مش عايز حد يعني يستغرب، هنشوف الكومبنساتوري ميكانيزم بتعمل ايه. اول حاجه بيعملها ايه؟ فاكرين حاجه اسمها فرانك ستارلينج لو؟ التاريخ عبق التاريخ. فاكرين لو كان بيقول ايه؟ ان يبتدي يحصل الونجيشن في الكاردياك ماسل علشان يضخ دم اكتر، بس كان فرانك ستارلينج لو ده كان ويز ليميت. بعد شويه خلاص جاب اخره فوقف الالونجيشن، ما قداموش غير حل تاني ان يبدا يشتغل على مين؟ على الهارت ريت، يبدا يزود. طب هزود الهارت ريت ازاي؟ هبدا اعمل ستيميوليشن للسمباثيك. حلو كده؟ قاعده عامه، مفيش عيان عنده هارت فيلير الا ما لازم تلاقي عنده تاكيكارديا، لازم، لان دي اول حاجه بتحصل في الباثوفيسيولوجي بتاع الهارت فيلر. طيب هو السمباثيك كاركترستيك بس للهارت ريت؟ لا، فهيبدا يشتغل لي على الفين والارتري، فيبدأ يعمل فيهم ايه؟ يبدأ يعمل فيهم فازو كونستريكشن. ده سمباثيك. لما تعمل فينو كونستريكشن هيحصل ايه في الفينس ريتيرن؟ هتبدأ تزود الفينس ريتيرن او اللي احنا بنسميه بري لود، هيبدأ يزيد. لما تبدأ تعمل فازو كونستريكشن في الارتريول، ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في البريفرال ريزيستنس؟ هيزودها، وده معناه انه يبدا يزيد الافتر لود. طب وده هو كده حل المشكله؟ لا، ده بالظبط كده المثل المشهور. ده لسه هنبنيها، ده مش هنشوف. استنى بس. طبعا مع بدايه زياده البري لود وزياده الافتر لود، انت عمال تجيب دم للقلب وهو مش قادر يضخ الدم ده، وفي نفس الوقت قافل السكه هنا اللي فيها ان انا اعرف اضخ الدم. فابتدي يحصل ايه؟ يبدا الدم اكيوميليت، ويبدا الهارت يبدا حجمه يكبر. نتيجة انك انت هنا زودت الاكل، طبعا انا هتكلم عن الليفت سايد اكتر، هو الرايت ممكن يحصل نفس الكلام في الرايت، بس غالبا اللي بنشوفه اكتر هو الليفت سايد، فهركز على الليفت سايد. فالدم ده هنا اهو مش شغال، ده هينعكس على مين؟ على اللنج. ادي اللنج اهي، ادي البلمونري فين، يبدا البريشر جوه البلمونري فين يزيد، وده هيدخل العيان فيه يحصل بالموناري إديمة أو كونجيشن في الأول، وبعدين يخش فيه بالموناري إديمة. طيب بس كده؟ لا،
ده انت عملت فازل كونستريكشن. فتبدا السمباثيتك لما يزيد يبدا يطلع لي تو سيستم. نمره واحد الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم يبدا يحصل له ايه؟ اكتيفيشن. وفي نفس الوقت بيعمل ايه في الاي دي اتش سمباثيتك؟ يزود. فيبدا يزود لك الاي دي اتش. طيب الاي دي اتش هيعمل ايه؟ ووتر ريتينشن. يبقى يبدا يزود لك الميه اهو. بيشتغل على الانديا ريسبتورز في الميه. احنا عندنا في في 1 وفي في 2. هو بيشتغل هنا على اللي هو الفي 2 ريسبتور. طيب طب الراس بقى يعمل ايه؟ الراس يبدا يزود لي مين؟ يبدا يزود الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده ايه؟ ده فيري بوتنت فازو كونستريكتور. يعني اذا كان الابينفرين ولا النور ابينفرين بيعمل فازو كونستريكشن حبه ده بيعمل قده 80 مره. ففيري بوتنت فازو كونستريكتور. فيطلع لي الانجيوتنسين 2 اللي هو بيطلع منه ايه كمان؟ اندوستيرون. البستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. فيخش العيان ادي اديما سولت اند ووتر ريتينشن. طيب الجسم كده يعني هيقف يتفرج؟ ها؟ لا بيحاول على قد ما يقدر. فيبدا في عندي حاجه اسمها نبري لايسين. نبريلايسين انزيم ده بيحاول يكسر الانجيوتنسين 2. يحاول. هو الاند برودكت بتاع الراس هو الانجيوتنسين 2. فهو النبريلايسين بيحاول يكسره. حلو؟ بس كده ده اللي انت عملته؟ ده اخرك؟ هو ده اللي يعني مش هتعمل حاجه ثانيه اكتر من كده؟ في وسط الضلمه دي كلها، كل ده ضلمه. كل ده بيبوظ الحالة أكتر، صح؟ في وسط الضلمة دي كلها يطلع الضوء الوحيد. إيه الضوء الوحيد ده؟ اللي هو أتريال ناتريوريتك بيبتايد. ده إيه بقى؟ ده فازو دايوريتور. ده دايوريتك أو يعمل دايوريسيز. ده بيحاول يوقف الراس. كل ده وظيفه الاتريال ناتريوريتك بالتايب. الجسم اشتغل ولا ما اشتغلش؟ حاول ولا ما حاولش؟ ولكن للاسف مش هيتصفى حاله. ليه؟ النبريلايسين ده هيتصرف. يعني هو حاول يطلع حاجه وبعدين برضه النبريلايسين ابتدى يكسر. طب انت سبت البروسيس دي بقى وماشي مش عارف توقفها. بص بقى هيبدا يحصل ايه؟ ادي الهارت كاردياك ماسل. يبدا السمباثيتك ده مش بس هيعمل لي فازو كونستريكشن وتاكي كارديا، لا ده يبدا عن طريق البيتا 1 يبدا الانجيوتنسين 2 يخش على الكاردياك ماسل، يبدا الالدوستيرون يخش على الكاردياك ماسل. يبدا يحصل ايه في الكاردياك ماسل؟ هنا مش هيبقى بقى فيسيولوجيكال تشينج، ده دخلنا باثولوجيكال تشينج. الثلاثه دول يبداوا يعملوا هايبرتروفي، يبداوا يعملوا حاجه اسمها ريموديلنج. الموديلنج دي يعني ستراكشر يبوظ. يبداوا يعملوا فايبروزس في عضله القلب. ده اللي حصل في لو انت سبته ما اتدخلتش وعالجته. دي صوره العيان اللي عنده هارت فيلر. واضحه؟ يعني كده ده
الدنيا نبدا نتكلم فارماكولوجي ولا لسه؟ ها هيجي يشتري لا مش هيجي انت لو سبتيه كده مش ده انت هو ده المرتاح يا جماعه مش هيشتكي ده هيشتكي بص طبعا اول حاجه هيشتكي البلمونري كونجيشن وفي بقى جريد من البلمونري كونجيشن مش عايز اخش فيها قوي اللي هي بقى يعني يبدا يخش الكحه عند المشي مجهوده بقى قليل وفي حاجه اسمها اورسوبنيا لما ينام يقوم بالليل فدي كارثه نفس لو اشتغلتي على الرايت سايد يبدا كل ده يبقى ايديميتس فيحصل له ليفر ايديما وانكل ايديما دي كلها صوره الهارت فيل لكن طبعا الكومن هو الليفت فهي النهجان عم بينهج اي مجهود بينهج لو نام بيوصل لمرحله لو نام بينهج فده السيمبتومز بتاعه الهارت فيل اوكي ها في اي كومنت قبل ما نخش في التريتمنت بقى فارماكولوجي ما هو مش بمزاج كله بيطلع مع بعض انت يعني اول عشان قلتها بعديها خلاص لا يعني ممكن اغير اللي انا هقوله واطلع ده الاول لا 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 مفيش الكلام كله بيطلع مع بعض طيب كده واضحه ها تيجي نعالج بقى عايز حد كده بقى يقول لي الجايزه عايز حد يقوم يقول لي تعالج ازاي نفكر ونربط مفيش اي مشكله خالص اسحب الناس الجداد كده جداد ها نفكر فكروا فرصه تعبكم ها مفيش حد عايز يفكر خالص ها عايز حد جديد كده قول لنا فكري معايا ونتناقش مع بعض يلا طيب يبقى انت اول حاجه عايزه تدي العيان دايريتك صح كويس ايه هدفك من الدايريتكس ها الدايريتكس طبعا هيبدا يقلل ما انا عندي ايديما كويس فكري تاني ها ايه تاني بصي كده للصوره وحاولي تعكسي اللي حاصل ها ايه تاني ممكن تديه حاجه توقف الالدوستيرون ما درسناها في الدايريتكس اللي هي الالدوستيرون انتاجونست اوكي ادي واحد ها ايه تاني المشكله حصلت منين مش الفازو كونستريكشن ده بالنسبه لك مشكله ولا لا طب ما تحاولي تصلحيه ها تعملي ايه هتدي فازو دايليت اوكي ممكن تدي ايه هدفك من الفازو دايليت هي فكره ان انا اريح القلب هو القلب انت عماله تجيبي له دم ها وقفل السكه قدامه فالفان دايليتيشن هيقلل البيلود الفيلنج هيقل بس هيقدر يشتغل انت كده عماله تجيبي زياده مش قادر يشتغل فكون انك انت تقللي اللود فهيشتغل هيشتغل بكميه اقل ولكن هيشتغل هو هنا مش عارف يشتغل ها ايه تاني فكري بصي كده وفكري ها في ايه تاني عندك ايه رايك في ده انت فاكره ده كسر مين ده كسر الحاجه الوحيده المنوره في الضلمه دي كلها فتديله ايه وقف الانزيم ده بس خلي بالك ايوه يبقى انا ممكن اشتغل على النيفرلايسين انهبيتور بس ها لازم ابقى واخد بالي ان هيبقى عندي في ديفكت في الانجيوتنسين 2 فما تنساش كمان ان انت تقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتور ماشي ها ايه تاني لسه فكري ها ايه هنا كونتراكتيليتي ضعيفه ها انت حاجه ايه بوزيتيف ايه بوزيتيف اينوتروب ادي بوزيتيف اينوتروب جميل ها ايه تاني يعني كده العلاج بتاعي هيبقى لان الدايوريتكس بكل الانواع اللي منها زي ما الدكتوره قالت ان حاجه برضه توقف الالدوستيرون لان فازو دايليتور لا انت ما لسه تعرف ايه تعرف مش قاعده كده بلاش فازو دايليتور ايه رايك كده تدي انهي فازو دايليتور
يعني انت عايزه تدي حاجه تعمل لك فينو ولا تعمل لك ارتيريو؟ الاثنين في رايك احسن فازو دايليتور هو مين؟ هنا اللي عامل المصيبه الثقيله في الفازو كونستريكشن مين؟ ها الراس. فتوقفي ايه الراس؟ توقفي الرينين انجيتنسن امبوستيوسن، وده احسن واحد في الفازو دايليتور. جميل، يبقى هتدي دايليتيك، هتدي فازو دايليتور، هتشتغلي على الاتريال ناتريوميتك بالتايم، ممكن تشتغلي على الكارديو كونتراكتيليتي والبوزيتيف اين تروبيك دراجز. صح؟ في حاجه ثانيه؟ ما انا عمال اسمعها كتير فعايز اخش فيها بقى. ده كده علاج الهارت فيلر. في حاجه بقى تعبانه وعمالين تقولوها وانا عمال اطنش. ايوه بيتا بلوكر. هو البيتا بلوكر علاج هارت فيلر؟ لا لا كروني دي علاج. انا عارف يعني قولي لا بيتا بلوكر مش علاج هارت فيلر. بيتا بلوكر نيجاتيف اريثروك. امال بيتا بلوكر ليه؟ بيتا بلوكر هنشوف دلوقتي هنستعمله ازاي، لكن من فضلك البيتا بلوكر مش علاج هارت فيلر، مش علاج، هو ليه دور معين وهشوف دلوقتي هنستعمله فيه. طيب يبقى خلي كده في عندي فكره بيتا بلوكر، واتفقنا ان البيتا بلوكر نفسها ممكن تعمل ايه في السيمتوم بتاع هارت فيلر؟ هي نفسها اجريفيت السيمتوم بتاعها لانها نيجاتيف اين بلوكر. طيب تعالوا نبدا العلاج. أنا نحط الأدوية دي فين؟ نمرة واحد، ها؟ أكيد العيان جاي لي بسنتو اللي هو عنده سيفير إديمة، فممكن أبدأ بإيه؟ بدايريتكس. جميل. نمرة اتنين، هخيركم بين حاجتين، تدي بوزيتيف أينوتروبيك ولا تدي فازودايليتيف؟ مين قبل مين؟ ليه؟ او بالعربي هو انت هتدي هنا بوزيتيف ايونوتروبيك، هو القلب اثر معاكي في حاجه؟ ده جايب اخره ولا فانت هتعملي ايه؟ انت يعني هو جايب اخره، فقبل ما تدي بوزيتيف ايونوتروبيك تعملي ايه؟ نريح القلب. فهندي فازو دايليتور، وهنتكلم بقى على مجموعه الفازو دايليتور، انواع مختلفه، حاجه بتشتغل على الراس او ها مين؟ ما هو ده برضو الاي ان في، يعني ممكن اشتغل على النبي رايسن. بعد كده ممكن افكر بقى في مين؟ في بوزيتيف اينوتروبيك. بيتا بلوكر هتكلم عليها شويه وهقول امتى بتدي البيتا بلوكر. ده كده الاوت لاين اوف تريتمنت اوف هارت فيلر. واضحه في دماغنا؟ كويس. هناخد بريك 5 دقايق، حابب اتكلم على حاجات صغيره. نكمل الاوت لاين اوف تريتمنت، حابب اتكلم على حاجات بسيطه وهنكملها المره الجايه. تعالوا ابدا بالبالت. دي نمره واحد. طبعا في حاجه احنا يعني نسيت اقولها بصراحه، انت هنا ممكن تشتغل على مين؟ مش في الاي دي اتش وبيشتغل على الفي 2، فممكن تدي حاجه تعمل ايه في الفي 2؟ ممكن تقفل الفي 2 ريسبتور اللي هو التول فاكتان. كل دي حاجات يعني بنحاول نجربها في الهارت فيلر. تعالوا نبدا باول مجموعه هو الدايلاتس. انتوا درستوا الدايلاتس وعرفتوا انواعها، في لوب وفي سانزايم وفي بوتاسيوم سبيرينج، هم دول المين دايريتكس اللي عندنا. طبعا سيبنا من الكربونيك انهيريتور ده مبقاش دايريتك، المانيتول ده مش ممكن يجي هنا. ملوش اي دور، ده العيان مش ناقص فلويد يعني، ده العيان معبي. قدامك لو، قدامك سانزايم، وقدامك بوتاسيوم سبيرينج، اختار. لو. واللي هيختار فيه. نمرة واحد هو اللوب دايوريتيك، هو نمرة واحد. عشان الرينا. نمرة واحد، مش بس عشان الرينا. أولاً هو اللي هيشتغل في
هيصل دي كلها هو الموست بوتر دايركت. مش بس كده، حد فينا فاكر ايه علاقه اللوب دايركت بالصوديوم والميه؟ اللوب دايركت كان بيعمل ايه؟ بيعمل لوس لووتر ولوس لصوديوم، صح؟ فكنت ساعات بستعمله في بعض حالات دايلوشنال هايبرتريم. وهنا ده دايلوشنال ولا مش دايلوشنال؟ ده الـ ADH عالي وهو ده اللي عامل الميه، ادي تاني ميزه فيه. يبقى هو فيري بوتنت دايركتيف، هو اللي بيستعمل في الريفراكتوري ديما، هو اللي هيشتغل هنا لانه كمان هيصلح لي الايفكت بتاع الهاي اي دي اتش، كل ده بيخليني استعمل لوب دايركتيف. يبقى نمره واحد لوب دايركتيف. اللوب دايركتيف انت عايز تعدي ايديما صح؟ هتدي مين؟ لوب ولا بوتاسيوم سبيرنج؟ عايز تعدي ايديما لوب، يبقى كده إيه هنعالجنا اهو. طيب هل السيرزاين ليه دور؟ امتى؟ ايوه في الكرونيك يوز اوف لوب دايركتيف ممكن يحصل منه ريفراكتورز. ومن ضمن الطرق اللي بتغلب على الريفراكتورنس ان انا بدي سايزايد. يبقى هنا السايزايد نيفر تبدا بيه، لكن ممكن تحتاج له في وقت لما يحصل ريفراكتورنس من اللوب دايركت هتدي تضيف السايزايد. كويس. طب هنا بقى السبايرال الكترون دوره ايه؟ الكترون ده انبوستيرو انتاجونست، ها؟ هو هنا هيبقى دوره ايه؟ نمرة واحد دايركت، هو دايركتك قرص على قلبه، يعني هي اوجمنت او بوتنشيات الاكشن بتاع اللوب، صح؟ بس مش ده الاهم. لو انت عايز دايركتك ما تزود الدوز بتاع اللوب، يعني اللوب هو كافي كدايركتك، هو هيساعده شوية، لكن انا مش هنا هديه بس عشان كده، ها؟ نمرة واحد. نمرة واحد، هو اللوب دايركتيف هيعمل ايه في البوتاسيوم؟ ها؟ هايبوكاليميا، صح؟ والسبيرولاكتون بيعمل ايه؟ هايبركاليميا. يبقى ادي اول فايده ليه؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، ايه الفايده الثانيه اللي هتاخدها من السبيرولاكتون؟ بصوا فين؟ ها؟ هو الاندوستيروم بيعمل ايه في عضلة القلب؟ بيعمل فايبروزيس وهايبرتروفي وريموديلنج. طبعا ده لو حصل العيان ده هنا ممكن خلاص كده القلب بيخلص فالعيان بيحصل له دس. يبقى السبيرولاكتون لما تقلل الهايبرتروفي والريموديلنج والفايبروز انت كده بتقلل الانسيدنس اوف دس. الاعمار بيد الله عشان ما حدش يدخلنا في سكه ثانيه، ولكن انا بعمل اللي عليا في الاخر ربنا، يعني دي اراده ربنا. لكن انت هنا لما بتقلل شغل الاردوستيرون بتحمي عضله القلب. يبقى الاردوستيرون انتاجونست هنا هو نمره واحد دايركتيك، اوكي، هيكوركت الهايبوكاليميا اللي ممكن تحصل. نمره ثلاثه، هيقدر يمنعني الهايبرتروفي والريموديلنج والفايبروزيس اللي ممكن يحصل مع العيان. يبقى ادي الرول اوف دايوريتيك في علاج الهارت فيل. واضح الترتيب في دماغنا؟ ها؟ تبدا بمين؟ لوب. انت تستعمل سايزايد؟ اوعى تبدا بسايزايد، ممنوع، مفيش حاجه اسمها سايزايد. وبعدين تخش بالسايزايد لو في ريفلكتورنس. هنا السبيرولاكتون هيبقى فيه الثلاث مزايا اللي انا قلتهم، دايوريتيك وفي نفس الوقت هيعمل كوركشن للهايبوكاليميا، وفي نفس الوقت كمان هيقلل الريموديلنج، وده من الادويه اللي بتقلل المورتاليتي. الانسيدنس اوف مورتاليتي هتقل مع السبيرولاكتون. طيب بدانا بالدايوريتيك، تعالوا نشوف الفازو دايلاتور. ناخد فكره عامه كده عن الفازو دايلاتور.
الفالو دايركتور اللي هستعملها هنا ايه؟ ايه الكاتيجوريز اللي ممكن افكر فيها؟ نمرة واحد، احنا اتفقنا ان اهم فالو دايركتور هو مين؟ حاجة توقف الرأس اللي هو الرينين اند تنسن ارتيريال سيستم. ايه الادويه اللي تعرفوها اللي بتوقف الرينين اند تنسن سيستم؟ حاجه من الاثنين عندنا، يا اما النعتاكين يا اما الفلاروكتور. ادي الانجوتنسينوجين، ادي الانجوتنسين 1، ادي الانجوتنسين 2، وادي الريسبتور اللي بيشتغل عليه. فانت قدامك حاجه من الاثنين، ده مين؟ سيبنا من الرينين انهبيتور، انا يعني شخصيا مش من الادويه الكومن قوي، لان هنا في حاجه اسمها ايه؟ انجوتنسين كونفرتنج انزايم، او تشتغل على الريسبتور. فانت هتدي يا اما اسي انهبيتورز، يا اما ايه؟ انجوتنسين ريسبتور بلوكرز. يبقى هو ده ال preferred vasodilator. قدامك حاجة توقف ال renin angiotensin system. طيب في اوبشن تاني، في اوبشن تاني، النور اللي طلع لنا في وسط الضلمة دي، انك تدي حاجة ايه؟ تدي حاجة توقف مين؟ النيبريلايزر، صح؟ بس خد بالك لازم توقف معايا شغل الانجوتنسين 2. فبنعمل حاجه من ضمن الادويه اللي بنستعملها، بنستعمل حاجه اسمها نيبريلايسين انهبيتور، ده اللي هو ساكيوبتريل، ده موجود في السوق المصري خلاص. حط معاه انجوتنسين ريسبتور بلوكرز. وفهمنا ليه؟ ها، لانك انت لو سبت لوحده الانجوتنسين 2 هيزيد، وده انا مش عايز يزيد. يبقى عايز ده كبار. طيب مش عارف استعمل خالص المجموعه دي، لا عارف اديله حاجه توقف الرينج، ولا عارف اديله الساكيوبتريل. الفارساتين ده غالي قوي، يعني الكوست بتاعه ممكن يكلف في الشهر 1000 جنيه، فده غالي مش رخيص يعني. ما هي الشركات لما بتعمل ابحاث وتجيبها بعد كده مش طيب مش عارف ادي ده خالص، في مشاكل هنتكلم عليها بعدين، مش قادر ادي العيان حاجه من الدروب دي، حدي فازو دايليتور. بس خد بالك وانت بتدي فازو دايليتور، احنا قلنا هعمل فازو دايليتيشن فينوس ولا ارتيريال؟ الاثنين. فهتدي، بندي حاجه اسمها كومباينيشن بين النيتريت بلس هيدرالازين. نيتريت بلس هيدرالازين، حد يفسر لي الهيدرالازين ده ارتيريو دايليتور، بيور ارتيريو دايليتور بيور، والنيتريت احنا قلنا كلاسيفايد از فينو دايليتور. فانت كده عملت التركيبه بتاعتك، حاطط ايه؟ حاطط اللي هم الارتيريو والفينو دايليتور، صح كده؟ طيب قلنا من ضمن الادويه اللي ممكن نستعملها بوزيتيف ايكوتروبيك دراجز. البوزيتيف ايكوتروبيك دراجز زي مين؟ دوبامين، 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 دوبامين. البوزيتيف هايدروتروبيك، لان ادويه بتشتغل على السايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي ده في حاجه بتكونه اللي هو انزيم اللي اسمه ادينايل سايكليز، وده بيبقى انهي ريسبتور مسؤول عنه؟ البيتا 1. او في انزيم بيكسر الفوسفودايست اللي هو فوسفودايستريز، ده بيكسر السايكليك اي ام بي. ادي اول مجموعه من البوزيتيف هايدروتروبيك. تعمل ايه؟ زود لي السايكليك اي ام بي، ها؟ زود الفورميشن انك تدي بيتا 1 اجونست اللي انتوا درستوهم في الادرينرجي، دوبامين ودوبيوتامين، او توقف ده اللي هو فوسفودايستريز انزيم انهبيتور
اللي هو زي الامر اليون كل ده هناخده بالتفصيل ما تقلقوش انا بس بديكوا فكره او في سكه تانية خالص بقى اللي هو دي جي لوحده كده الديجوكس يبقى البوست بقى فوق هنتكلم على ايه ها لان ادويه بتزود السايكليك اكتيفيتي لان الديجوكسين اللي هو بيشتغل يونيك اكشن على السوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بوب ده كده الاضافه او علاج الهارت فيلر هنتكلم بقى على نقطه مهمه قوي ودي اللي هنختم بيها وتركزوا معايا فيها حاجه اقول على الاوردر اوف ثيرابي نركز بقى في الجزء اوردر اوف ثيرابي هاخد بره النوتس شويه ولا انا اقول بره النوتس ده زي ما اتفقنا مش داخل في الامتحان ولا حاجه بس عشان نبقى فاهمين ساعات بيجي لك عيان مش سيمبتوماتيك ما عندوش حاجه خالص ما عندوش اي سيمبتوم من هارت فيلير قلنا ايه السيمبتوم بتاع الهارت فيلير ها الاديما وكونجشن ونفس يعني ده سيمبتوم ساعات يجي عيان فانت بالصدفه بتشوفه ها بتلاقي كده ابتدى عضله القلب وظيفتها تقل ده بيتشاف في ايكو مثلا فطبعا انتوا دارسين حاجه اسمها ايجكشن فراكشن فابتدى يقل شويه الايجكشن فراكشن عيان سيمبتوماتيك لا ده تعمله ايه؟ حاول على قد ما تقدر تدي حاجه تقلل بوظان عضله القلب فممكن هنا يعني العيان اللي جاي لي اسيمبتوماتيك بس البروسيس في حاجه ابتدت تبوظ في القلب وهو لسه مش حاسس باي سيمتومز ففي الحاله دي بدي حاجه توقف لي الرينين انفيسيوم اخطر حاجه على القلب هو مين الرينين انجيوتنسين سيستم فببدا الاقي حاجه زي كده ولكن تعال نبدا بقى كلاسيك جاي لك العيان بسيمتوم اوف هارت فيل اول دواء تديه له ايه خد بالك في حاجه مهمه قوي مع المريض لان العيان جاي بسيمتوم وانت في نفس الوقت عايز تحمي العيان بتاعك فما تنساش ان في سيمتوم ما تقعدش تقول لي لا انا هشتغل احميه لا العين بيهمه السيمتوم مش بيهمه الحمايه هو مش هيحس بالحمايه لكن هيحس بالسيمتوم اول حاجه تبداها ايه؟ بايوريت ماشي تاني حاجه خليكم فاكرين ريح عضله القلب ريح تدي فاز دايليتور ادي ايه؟ احسن فاز دايليتور هنا هيبقى مين؟ لا اما اس انهبيتور لا اما اي ار بيز اللي هو انجوتنسين ريسبتور بلوكرز او اللي هو ساكيوبتريل فالسارتان فالسارتان ده انجوتنسين ريسبتور بلوكرز ويتش اوف ويتش مين الاحسن؟ اس اي ار بيز حسب حاله العين الماديه تمام طبعا ها مش عارفين في المستشفى طيب ايه الاحسن نتكلم ساينتفك اوكي سيبنا الماديه دلوقتي ها اما بيجي لك الاستشفاء بيني وبينكم كله زي بعض اللي بيفرق بقى الزن على الولاد يعني ايه الزن على الولاد شركات الادويه اللي بتزن لكن مبدئيا يعني مفيش داعي يعني ساعات بيجي عيان كده تقول له انا عندي دواء وانت بتتكلم معاه عندي دواء حلو قوي قوي بس غالي قوي بلاش الكلمه دي بلاش اوعى دي كلمه قاتله حط نفسك مكان العيان يعني اقعد انت كانك المريض ده عم بتشرع عليكم حط نفسك مكانه وانت بتقول له ها عندي دواء حلو قوي بس غالي قوي بلاش الكلمه دي بلاش تجرح العيان يعني خدوا بالكم من النقطه دي مهمه جدا شخصيا ادي اس انهبيتور ما ينفعش ادي اي ار بيز عايز تدي الساكيوبتريل والعيان يقدر اوكي اديله الساكيوبتريل مع فالسارتان تقريبا كلينيكالي ايفيدنس بيزد مش 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 فارقين كتير عن بعض لكن هتلاقوا بقى ان في ستادس كتيرة بتتعمل كتيرة قوي عشان يقول لك ان الساكيوبتريل فالسارتان احسن حاجة في المورتاليتي ما تصدقوش قوي الكلام ده يعني ما تديش دماغكم قوي والمثل المشهور قوي اللي انا هقوله لكم من احنا من شهر
الامريكان هارت اسوشيشن قالت الهايبرتنشن تقسيمه جديده للهايبرتنشن، عملت كده تقسيمه قالت ان في ضغطه 130 عنده هايبرتنشن. اللي انا لسه ما فهم يعني اوكي عشان الناس ما تستغربوش. الامريكان دايابيتيك اسوشيشن امريكان مع بعض اهو رفضوها، قالوا لا التقسيمه دي مش مظبوطه، الايفيدنس اللي انت باني عليها كلامك مش مظبوط، والامريكان فاميلي فيزيشن برضو رفضوها. فيعني ما تخليش نفسك كده ها تديش دماغك لحد، لازم يبقى لك الفكر بتاعك. ما علينا نرجع تاني للموضوع. يبقى الثلاثه ايه زي بعض، عايز تدي ده عايز تدي ده عايز تدي ده، بس لازم تبدا بواحد من دول. حلو كده؟ طيب مش عارف ادي حاجه من التلاته، العيان في عنده كونديشن تمنعني ان ادي حاجه من الراس انهبيتور، ممنوع. ها عايز لازم ادي فازودايليتور. ها ادي مين بقى؟ حد نيتريت مع هيدرازين. حلو كده؟ يبقى كده العيان بتاعي نمره واحد بدات بدايوريتك، ها وبعدين فازودايليتور عندك اوبشن. يفضل تبدا بمين؟ بواحد من الثلاثه. مين؟ اس انهبيتور اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، او الاي ار بي، او السكن بتريل فالسرتان. ابدا باي واحد من دول. كويس؟ ما نفعش حاجه من دول خالص، خش بمين؟ خش بالنيتريت هيدروزين. حلو قوي. العيان بقى ما هندرس الاي سي انهبيتور والله لسه انا يعني عنده عزيز. نمرة ثلاثة تبدا تدي ايه؟ اول ما العيان يبقى نركز بقى، اول ما العيان يبقى سيمتوماتيك فري مفيش سبب وبقى ستيبل والاعراض اختفت كويس، حد ادخل ببيتا هقولها تاني. قبل ما تبدا البيتا بلوكر انت اطمنت ان العيان بتاعك ايه؟ ستيبل كومبنسيتد مفيش سيمتومز، ابدا خش بالبيتا بلوكر. اما تخش بالبيتا بلوكر تدخل ازاي؟ خش بالراحه وبرجلك اليمين. ازاي؟ انتوا عارفين طبعا درستوا ان انا مش مسموح باستعمال بيتا بلوكر الا ثلاثه اللي هو الكارفيدينول ميتوبرولول بيسوبرولول. هديكم مثلا البيسوبرولول ده اللي هو في السوق اسمه كونكور، وده واحد من الادويه اللي مصرح باستعمالها مريض الهارت فيلر. البيسوبرولول لما بتيجي تديه مثلا في تاكيكارديا ولا في هايبرتنشن ممكن ادي 10 ملي جرام، دي الدوز العاديه بتاعته. طب انا في العيان ده هبدا ازاي؟ ممكن ابدا بواحد وربع، واحد وربع، واستنى كده شويه اسبوع اسبوعين ثلاثه. هنا بقى يعني البدايه والتايم ده كلينيكال ديسيجن حسب العيان اللي قدامك. لقيت العيان مستحمل الدواء، استحمل ها زود لكام؟ لاتنين ونص، استنى عليه كده اسبوعين مثلا. لقيت العيان مستحمل الدواء ما عملوش اي مشكله، ها زود. لقيت العيان مستحمل، ها زود. المفروض نظريا اوصل لحد العشره مللي، بس وصلت لها على ايه؟ على مراحل. يجي هنا السؤال بقى، العيان وانت مديله 2.5 حصل ايه في السن؟ ده بيتا بلوكر نيجاتيف ايوتروبيك، ها رجعت بقى سيمتومز سيمتوماتيك. اعمل ايه؟ اقلله بالراحه. ده بقى حل الاثنين، ده بقى ديسيجن بتاعك انت تقدر تقرره. لا اما تقلله لواحد وربع، او لو العيان شفت ان هو خلاص مش مستحمله تعمل ايه؟ تسحبه خالص. ده كلينيكال ديسيجن، تسحبه ما تسحبوش ده بتاعك انت حر. لكن هنا
خليكم فاكرين الشروط نمره واحد. انت هتبدا بيتا بلوكر والعيان ايه كومبنسيتد وستيب، هتبدا بدوز ايه صغيره قوي وجرادوالي تزودها لحد ما توصل للفول ثيرابيتيك دوز. وانت بتعمل التايتريشن ده حصل عيان سيمتوماتيك، ها ممكن توقف على كده، ممكن تقلل الدوز، وممكن توقف خالص البيتا بلوكر. هو هنا حد بيتا بلوكر ليه؟ عشان رايح القلب. نمرة واحد هيعمل ايه في الهارت ريت؟ هيعمل. نمرة اتنين يعمل ايه في الورك اوف هارت؟ ممكن يساعدني شوية. يعمل ايه في البلاد بريشر؟ يعني كل ده حلو قوي، بيعملوا كفاءة عالية وليه انتي انجينال افكت، كل ده حلو. لكن انت بتديه هنا عشان اهم حاجة اللي هي فاكرين الريموندنج كان جزء منه ثرو سمباثيتك وبيتا وان ريسبتور. فانت كده بتعمل ايه في عضلة القلب؟ بتحمي عضلة القلب. اوكي؟ الحاجة التانية انك انت بتمنع الداون ريجوليشن اوف بيتا وان ريسبتور. فاكرين القاعدة بتاع زمان اجونست يحصل داون. طب وايه اللي بيحصل داون ريجوليشن؟ خد بالك وجود البيتا 1 ريسبتور هي اللي بتخليك تعمل اكتيفيتي. يعني انت عشان تتحرك 5-6 خطوات لازم السمباثيتك بتاعك بيعلى شويه، والبيتا 1 هي اللي بتساعدك على كده. انت متخيل لو البيتا 1 اختفت من قلب العيان كده هيبقى الحركه بتاعته ايه؟ مفيش حركه تقريبا، وابتدي يحصل ريمودلنج وفايبروزس. فانت هنا بتدي البيتا بلوكر. هقف هنا بقى واتكلم. هو البيتا بلوكر علاج هارت فيلير؟ لا لا. امال بتدي ليه؟ جاست كارديو بروتكتيف، علشان تقلل الريموندنج وتقلل الفايبروزس والهايبرتروفي. ولما بتقلل دول بيحصل ايه في المورتاليتي؟ بتقل. ادي تاني دواء ناخده يقلل المورتاليتي. يبقى البيتا بلوكر ده شرطها. هقولها تاني ان كان ده مهم. انت تبدأها بعد ايه؟ بعد ما يعني الاستيبل على مين ومين؟ على دايركتيف وباص دايركتيف. اي باص دايركتيف اللي اتفقنا عليه، اي واحد من الثلاثه دول. تبدا بيتا بلوكر وهو اسيمتوماتيك. تبدا بدوز قد ايه؟ سؤال. وتعمل ايه؟ جرادوال يجي دول، وما تديش الدوز وتسيب العيان، ها؟ تعمل له ايه؟ عينك عليه. لازم تبقى شايفه. اذا لقيت ان هو ابتدى سيمتوم ترجع قلل الدوز، وقف براحتك. لكن في الحاله دي لازم تاخد بالك. ودور البيتا بلوكر هنا هو مش بيعالج هارت فيلر، هو جاست انه بروتكتيف وبيقلل المورتاليتي للمريض بتاع الهارت فيلر. طب حصلت حاجه بقى غريبه مع العيان ومش قادر اديله بيتا بلوكر. وقفت البيتا بلوكر ومش قادر اديها له، وانا عارف انه عنده تاكي كارديا. هنا عندي بديل. ديجوكس ايفا ايفا برادين. حد فاكره؟ كان في ايه ايفا برادين ده؟ ده اللي بيشتغل على صوديوم شانل بتاع ال اس اي نود وبيقلل الهارت ريت. بس هنا بقى هو ده بروتكتيف ولا سيمتوماتيك؟ ها؟ ده سيمتوماتيك؟ بيقلل الهارت ريت بس؟ لا. فين؟ البروتكشن جاي انك انت تقفل. هو اللي بيشتغل على ان يعمل ريمودلنج وهايبرتروفي هو السيمباثيتك. فانت كده ما وقفتش السيمباثيتك، صح؟ اديت الايفابرادين عشان تقلل بس الهارت ريت. اوكي؟ عايز تضيف بعد كده بقى ممكن تضيف. طبعا في فكره الاستيرويدكتول، في ناس كتيره ممكن بتحط الاكتول من البدايه، يعني هنا ترتيبه ممكن يبقى مختلف شويه، لكن كلاسيك ممكن احطه بعد المجموعه دي كلها. اخر حاجه هلجأ لها ان انا اخش بوزيتيف ايوتروبيك دراج. وطبعا كرونيكالي ما عنديش غير دواء واحد فقط اللي بيستعمل كرونيكلي، بيتاخد اورا، هو الديجوكسين.
اخر حاجة ممكن تضيفها لو العيان ستيبل بعد كل اللي انت عنده ده عنده سيمتومز ويخش المستشفى كتير عشان يتعالج من اكيوت اكزربيشن حضيف الديجوكسين مع العيان ده. اوكي نقول تاني الاوردر عشان ما ننساهاش. عيان لو سيمتوماتيك هتبدا واتفقنا دايريتك يعني مين؟ يعني لو سيازايد may be added في الريفلكتورز واستيرونك تون دايريتك بريزيرف البوتاسيوم وده من الادويه اللي بتقلل البوتاسيوم. الدواء الثاني اللي تحطه فازو دايريتور تختار من مين؟ السي انهبيتور اي ار بيز ساكن بتريل فالسرتان. والادويه دي فازو دايريتور وفي نفس الوقت بتعمل ايه في المورتاليتي؟ مين اللي بيبوظ عضله القلب؟ كان الانجيوتنسين 2. يبقى ده بيعمل ايه في المورتاليتي؟ بيقلل المورتاليتي. اما العيان بتاعك يبقى ستيبل وكومبنسيتد وسيمتوماتيك فري ها تخش لمين؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر تخش ازاي؟ سمول تايتريتد دوز عينك على العيان ها لما تحس ان العيان ابتدت السيمتومز ترجع وقف قلل ده كلينيكال ديسيجن ما اقدرش احاسبك عليه. اوكي لو ما نفعش وقفت البيتا بلوكر ممكن تبدلها بحاجه اسمها ايفابرادين. ايفابرادين هنا دوره ايه؟ فقط يقلل الهارت ريت لكن ما بقاش كارديو مش بروف ان هو كارديو بروتكشن. بعد كده ممكن تضيف بوزيتيف ايزوتوبيك كرونيكال اللي هو مين؟ ديجوكسين. امتى بتضيفه؟ لو السيل عيان ايه؟ سيمتوماتيك او ما يعرفش مكتوب ولا لا، لو العيان بيخش المستشفى كتير هو بيقلل دخول المستشفى ولكن ما بيقللش المورتاليتي. دي فكره الديجوكسين. ممكن السبايرون ولاكتون كل ده ممكن يستعمل فيه. طبعا التولفا بتاعنا اللي هو الفي 2 انتاجونست يعني ليه دور محدود قوي في الاوردر اوف ثيرابي. واضحه الاوردر اوف ثيرابي؟ طيب مين الادويه اللي بتقلل المورتاليتي بقى؟ سبايرين ها؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر اي حاجه توقف لك الراس اللي هم مين؟ الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم. بيتا بلوكر بتديها ايه؟ طبعا انتي اسكيميك بتقلل الهارت ريت بتحمي العيان من التاكيكارديا اللي عنده اللي انا قلت عليها في الهارت فيلير بتقلل شويه الضغط بتاع العيان بتمنعني الداون ريجوليشن اوف بيتا 1 ريسبتور بتمنعني الريمودلنج بتمنعني الفايبروزس بتمنعني الهايبرتروفي وده بيقلل المورتاليتي بتاع المريض بتاع اللي عنده هارت فيلر. ده اللي هو البيتا بلوكر. اوكي كفايه كده عليكم الموضوع حلو كده. في اي استفسار؟ ولما دكتور يقول كومبنسيتد هارت فيلير ودي كومبنسيتد بناء على ايه؟ سيمتومز بس كومبنسيتد يعني سيمتوم فيلير. دكتور هو انا ليه ما ادلوش حاجه اي سي انهبيتورز منه ان انا اوقف الاي جي الانجوتنسين 2 وما طلعش كويس الدوستيرون؟ لا مش فاهم شويه يعني مش احنا قلنا ممكن ان انا اشتغل على الريسبتورز بتاع الانجوتنسين 2 او ان انا اشتغل على الاي سي انهبيتورز لما اديش لي اي سي انهبيتورز؟ ما ده ما بقول لك اوبشن. ها في اي سؤال؟ شكرا.